السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي نسخة اوتوكاد اونلاين من غير ما تسطبها. الموقع عبارة عن ويب دوت اوتوكاد دوت كوم تبع شركة اوتوديسك. طبعا من غير ما تسطب اي حاجة خالص، عندك حاجة عايز تعملها على السريع فتقدر ان انت تتعامل معاها على طول. يعني ممكن اقول له نيو دروينج وابدا ارسم عادي، او اقول له ابلود وافتح ملف من عندي مطلوب مني تعديل. يعني ممكن ان اكون مثلا في مشوار والجهاز اللي عندي اللي انا هستخدمه في حد قريبي مش بتاعي، فمحتاج ان انا افتح ملف، فممكن اروح اقول له ابلود فايل او افولدر، ممكن افتح مجموعه من الفولدرات وابدا اشتغل عليها. تمام، اي لوحه اوتوكاد تقدر ان انت تفتحها. تمام، وممكن تفتح حتى ملف بي دي اف مسموح. طيب لو انا مثلا عايز اقول له انا عايز افتح ملف كده اوتوكاد، دي كلها اختار الملف واقول له اوبن، يبدا ان هو يعمل له ابلود ويبدا ان هو يدرس ويتفتح على طول. او ممكن اقول له نيو دروينج وابدا ارسم عادي. وفي برضه خاصيه جديده اللي هي اد ستورج سورس. يعني اقول له ان انا عندي ملفات معينه موجوده على ديسك دوكيومنتس افتحها لي، او ديسك درايف افتحها لي، او جوجل درايف، او وان درايف، او بوكس. كل دي حاجات اقدر افتح منها. تمام، لو عندي ملف موجود على جوجل درايف اقدر ان انا اختاره وافتحه عادي. طيب خلينا نيجي هنا واختار الملف اللي انا لسه رافعه دلوقتي. هو مساحته 24 كيلو بايت، فبيعمل له دراسه ويبدا ان هو يفتح. ففتح لي الملف اهوت، ومديني امكانيه ان انا ارسم الحاجات الخاصه بالرسم، زي مثلا سيركل ان انا ارسم مثلا هاتش مثلا، مديني ان انا احط انوتيشن على اللوحه، برجع لوحه فببدا احط مثلا الدايمنشن، ابدا احط كلاود زي ما انا عايز بقى الدايمنشن موجود فين. موديفاي لو في اي حاجه عايز اعدلها اقدر ان انا اعمل عليها سيلكت واعمل لها ميرور كوبي زي ما انا عايز قط. تمام، فكل حاجه ممكن اعمل لها سيلكت اهوت. هي تقدر تقول ان هو اوتوكاد مصغر لكن شغال بشكل كويس جدا. بعد كده دوس سكيب. في عندك حاجات مثلا خاصة بالجوين، حاجات خاصة بالماتش بروبرتيس. هنا برضو بيديني الخصائص لأي عنصر أعلم عليه، الليارات لو أنا عايز أفتح لير أو أقفلها، البلوكس لو في بلوكات، لو في اكسريفات لو أنا شغال مثلا على جوجل درايف فممكن يبقى في اكسريفات أبدأ إن أنا أشوفها وأعمل لها، لو في حاجة مش متلنكة أبدأ إن أنا أظبطها، لو أنا عايز أشغل الإثبات. فهو بالنسبة لي عمل لي كل الحاجات اللي أنا بحتاجها. تمام، تقدر تحمله على الموبايل بتاعك برضو، وتقدر إن أنت تفتحه على الديسكتوب، وتقدر إن أنت تشيره مع الأصدقاء. تمام، فيو أونلي يعني هما يشوفوا بس، ولا إيديت أند سيف كوبي يقدروا إن هما ياخدوا كوبي منها ويبدأوا إن هما يعدلوا. وده اللينك أهو اللي تقدر إن أنت تبعته للأصدقاء. بص اللينك اتغير بمجرد إن أنت إيه عدلت ايه الحاجة اللي انت عايزها. تمام، اللينك هيفضل موجود لمدة 7 ايام. تمام، فبالنسبة لي موقع جميل وكويس وهيحل مشاكل كتيرة جدا. دي الموديل هنا، الشتات تقدر تكتب الكومنت زي ما انت عايز، تقدر تفعل السناب والأورسو والبولر وكل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في قلب اللوحة.